إذن نأتي إلى موضوعنا الشائك، هو ربنا ساتك طبعا لحد دلوقتي الدنيا ماشية، وانت لو تلاحظوا انه من بداية السنة وبالتبادل بين صالوني القاهرة واسكندرية احنا بنتقدم في الزمن وفي الوعي باليهودية. وبفكركم ليه بنعمل كده؟ لان هذه القضية الخطيرة فيما ارى قد سطحت وابتزلت خلال 60 سنة الماضية. اختزلت في انه زي ما واحد بيقول لي في محاضرة اسكندرية الاسبوع اللي فات في الصالون، انه ما بيننا وبين اليهود ليس قضية حدود بل قضية وجود. قلت له اه حلو الكلام ده سمعته وانا صغير، بس تعرف معناه ايه؟ وأظنكم شفتوه في الفيديو يمكن لو جات المناقشات اللي بتيجي بعد المحاضرة. فسكت كده، قلت له معناها الإبادة. يعني ما هو ما دام هي مش قضية حدود دي قضية وجود، يبقى دي دعوة ودعوة متبادلة، يعني يبدون ينبدهم، وده عكس أصلا اللي بنحاول نعمله في سنة اليهودية. ايه اللي بنحاول نعمله؟ الفهم. يعني هو الناس دي اللي بتموت من سنة 48 سواء بقى في مذابح، سواء في حروب رسمية، سواء الاطفال اللي ماتوا في بحر البقر هم بيقولوا بطريق الخطأ واحنا بنقول لا ده انتم مجرمين، هل شأن عظيم وشجن كبير كهذا ما يستدعيش ان احنا نشوف طب ايه الموضوع ده اصلا؟ الكتاب الكبار بتوعنا وقعوا في الاشكال النفسي انه مش قادر يشوف القضية بشكل موضوعي، وكلنا كده على فكرة، يعني العاطفة غالبا ما بتغلب علينا. وزي ما قلت لكم اول يوم، مفكر مصري لامع مستر عبد الوهاب المسيري، وانا بحبه هو واحد من اساتذتي، يعني لخص اليهوديه والتراث اليهودي وفكرها ومجتمعاتها المختلفه وتاريخها الزاخر بالاحداث في 3 مفاتيح. قال انه ممكن فهم ال هو ما بيقولش المسألة اليهودية، يقول الظاهرة كده، في انه في اعتقاد بالعلمانية الشاملة عندهم، وفي فكرة الجماعة الوظيفية انهم كانوا دايما بيستعملوا، كلها مفاتيح ناقضة. ومفكر اخر لامع مثل جمال حمدان كلنا طبعا بنجله ونحترمه، كتب اليهود أنتروبولوجيا عشان يثبت ان الناس دول نقائهم العرقي مش تام. طيب كويس، ايه تاني بقى في الخطاب السياسي اللي عايز يضحك على الناس؟ الناس طيبة يعني واحنا الناس طيبين، يطلع يقول لنا هؤلاء احفاد القردة والخنازير، نقول له نعم، نسخن معاه شوية فيقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، فأيوة على القدس رايحين شهداء بالملايين. فأنا قلت ساعتها طب ليه شهداء؟ ما تقول منتصرين يا أخي، يعني قدم الخير، أنت ليه ميت من وانت هنا؟ وبعدين قدس إيه؟ أنا مستني يمكن في الصيف ده هنعمل جلسة معرفش هنا أو في اسكندريه عن القدس، عشان دي حدوتة كرتونية على فكرة، تخيلناها واتعملت وهنشوف التاريخ والوقائع بيقولوا فيها ايه، وهنحاول بقدر المستطاع ألا نتعسف. اه طبعا احنا معظمنا مسلمين وكلنا عرب وكلنا بيننا وبين الجماعة دول حروب، هذا لا شك فيه، انما ايضا يظل
هاجس أساسي عندي بضرورة فهم الظاهرة اليهودية. وفي آخر السنة نبقى نشوف هننتهي لإيه. وزي ما طلبت منكم في أول أو تاني محاضرة إن احنا خلال الساعتين دول بقدر المستطاع بقدر المستطاع نحاول نشوف الأشياء من الزاوية الأخرى وبعدين نرجع لزاويتنا. يعني أنا لا بطالب بتبني موقف معين ولا بإصدار أحكام مشددة أو مخففة مغلظة أو متسهلة، لا لا، أنا بقول ندي فرصة لنفسنا عشان نفهم ثم ننتهي إلى ما ننتهي إليه في خاتمة المطاف. وبالتالي تتبعنا الشكل الأول أو الأشكال المختلفة لليهودية، واتكلمنا في اللقاءات السابقة عن أنه اليهود مش حاجة واحدة زي ما احنا فاهمين، ده هم جواهم تنوعات وأطياف، هو لون واحد بس له أطياف كتير، والأطياف دي متنازعة متناحرة، والمسافة بينها والعداء الذي بينها هو أشد من العداء اللي بين المسلمين وبين اليهود. على نفس القاعدة التي تقول التاريخ، يعني بيقولها إنه الخلافات داخل الدين الواحد أشد عتواً من الخلافات بين ديانتين. وأظني ضربت مثل بأنه ضحايا مثلا الحروب الصليبية اللي هي المشهورة، الكروسايدز والأفلام والكتب والركي المصدر الفظيع ده عن الحروب، كل القصة دي وكينجدم اوف هيفن بقى الفيلم والناصر أحمد مظهر وكل كل الكلام ده ضحاياه ما يجوش واحد على 200 أو 300 من ضحايا الحروب اللي كانت بين مسلمين ومسلمين أو مسيحيين ومسيحيين أو بين مسلمين ويهود أو بين مسيحيين ويهود. طبعا في بين الثلاث جماعات الكبرى دي حروب، بس داخل الديانة الواحدة بيبقى فيه عطو شديد جدا. في المقتلة اللي حصلت بين الكاثوليك والبروتستانت في غرب أوروبا، وقتل في يوم واحد 850 ألف شخص، تخيلوا في يوم. في صقر قريش عبد الرحمن الداخل اللي عشان يرسي ملك أموي في الأندلس، حسبت له في دراسة كده اسمها الأفق الأندلسي عدد قتلاه 124 ألف، 70% منهم مسلمين وعرب أصلا، وإحنا عكسنا المسألة خلينا بطل. وفي مرة تنهدنا أنا ودكتور محمود علي مكي اللي هو من أهم المصادر يعني في تاريخ الأندلسي في ندوة أظنها موجودة على اليوتيوب، وقلت إن الرجل ده سفاح، فهو قال لي لا دي طبيعة العصر. قلت طب العصر ده كان فيه شعراء وكان فيه فنانين وكان فيه ناس أضافوا للإنسانية أشياء جميلة، إحنا ليه بنسيب ده ونروح نجيب يا سيدي أوكي سفاح لأن دي طبيعة عصره. طب إحنا بنحتفي دلوقتي إذا كنا عايزين نغير التفكير والعصر بنحتفي ليه بده؟ ليه الناس تبقى عارفة صقر قريش واخدة الرمز بتاعه عامله رمز للبلاد ومش مهتمة مثلا؟ ما هو في الأندلس ابن حزم وهو فقيه ظاهري زي يعني قريب للسلفية عمل طوق الحمامة في الألفة والألاف، ليه ما يبقاش طوق الحمامة ده له ملخص مثلا لطلاب الإعدادي؟ لأن ده أكثر إنسانية. ليه بنديله التاني ومش عارف واستطاع ومش عارف ايه وهو في النهاية سفاح، سواء بقى كان سفاح في ذاته او كان طالب سلطة او كان بيسير على قواعد عصره. في ناس سبقت عصرها وقدمت للإنسانية اشياء جليلة. محاضرة اسكندرية الاسبوع اللي فات كانت النص الاول من محاضرتنا النهاردة، وهنا النص الآخر.
لأنه كانت عن الصورة العربية لليهود واليهودية. وقعدوا حيرانين معايا، واللي شاف منكم الفيديو هيلاحظ الحكاية دي، أن أنا أروح كده في قصص وقائع كتير وبعدين أقول كلمة وبعدين أكمل تاني عشان أوصل الفكرة الصادمة بطريقة بقدر المستطاع سهلة. إيه الفكرة الصادمة؟ إنه الديانة اليهودية هي في نهاية الأمر ديانة عربية. ليه؟ لأنه إحنا متصورين دايماً إنه اليهودية مرتبطة بالعبرانية، والدراسات قالت إنه في الشكل الأول لليهود في الحياة الأولى لهم كانت لغتهم العربية وليست العبرية، وإن اللغة اللي موجودة في المنطقة دي من 5-6 آلاف سنة كان ليها أشكال كتير في النطق، فالأشكال دي هي لهجات للغة كانت موجودة. علماء اللغة أطلقوا عليها اسم تعسفي كده وقالوا لغة سامية، وأنا مش عجباني الحكاية دي لأنها بتحيل شيء واقعي فعلي اللي هو اللغة اللي بيتحدثها الناس إلى شيء ديني ومختلف فيه اللي هو سام بن نوح. فالتاريخ فيه اللغات دي وفيه نقوش وفيه كتابات بس ما فيهوش سام. سام ده موجود في التوراة، فما ينفعش نطلق على مجموعة اللغات السريانية والعبرية والعربية اسم، ودي واقعة فعلية، نوصفها أو نسميها بشيء اعتقادي أو إيماني بصرف النظر عن موقفنا منه، هو صح هو غلط، بس ده مش موضوعنا. سام ابن نوح ده معتقد توراتي، ولو واحد يعني باحث شوية هيقول لا طب ما دي نفس القصة السومرية اللي موجودة عن فيضان نهر ديسان، ففي ألواح سومرية كتير بتحكي عن الحكاية دي. فيجي حد يقول بس دي وردت في القرآن، نقول له طيب القرآن على عنا ورسنا طبعا، بس ده دين وانت هنا يعني معتقد، وده تاريخ ولغة وعلم، فانت ليه بتخلط بين الأمرين؟ في وقت سابق زي ما قلنا الشهر قبل اللي فات كان الكيان اليهودي بطبيعته كيان تناحري، وظهرت الدولة أو الحكم قبل ما تظهر الديانة. يعني إيه؟ يعني بحسب، أنا ما بخشش في الدقائق التاريخية ولا الوقائع المختلف فيها. ليه؟ علشان ما نروحش بعيد في التأويل وفي الآخر نجد نفسنا في طريق مسدود. بناخد الوقائع المشهورة العامة وبنعيد قراءتها. من هذه الوقائع إنه داود الملك عندهم والنبي عندنا استطاع أن يوحد المملكتين اليهوديتين اللي هم كانوا يعني زي القرى كده بس متسعة شوية، في حدود سنة 1000 قبل الميلاد. طيب هنا في ديانة؟ مفيش. في كتاب؟ مفيش. أمال الكتاب جه امتى؟ جه بعد كده بخمسمائة سنة، بس جيب 500 سنة وبيحكي عن موسى اللي كان من 500 سنة، وهم بيقولوا ان اللي كتب ده هو عزرا الكاتب، حبر من احبار اليهود بتأييد من روح مقداش او روح القدس. طيب بس هو بيحكي عن حاجة عدت، وبعد ما كان هناك حكم وصراع الحكم ومملكة داود على فكرة، وكل الهيصة اللي عملها إسرائيل دي على الهيكل ومش عارف والكلام ده، هم غالبا يعني العقلاء منهم عارفين ان ده شيء من في شيء كتير من التزييف، يعني لانه سليمان التاريخ يعني بيقول كده
الملك عندهم والنبي عندنا ما استمرش في حكمه كتير، لأنه هو عندهم يعني هما اللي بيقولوا مش أنا، إنه ابن سفاح جه من علاقة زنا وقتل إخوته وقتل القائد اللي كان بيساعده بناء على نصيحة أبوه، ده التوراة على فكرة، وانهارت مملكته. علشان يبقى عندنا هذا الهيكل الموصوف في المصادر اليهودية، ده محتاج استقرار ملك كتير. يعني ما تتخيلوش مثلا انه مصر اللي احنا عارفينها دلوقتي ممكن بعد السنة الجاية تعمل عمل زي الهرم، منفعش. المنجزات الكبرى دي محتاجة تاريخ سابق من الاستقرار، ده ما كانش موجود. أمال اللي بتحكيه التوراة ده خلاص بتحكيه، هم اتولدوا لقوا نفسهم كده. طب ما احنا عندنا مشكلة احنا كمان ان ده موجود في القرآن. طيب الحل الوحيد من وجهة نظري هو الحل الاعتزالي او المعتزلي، ان احنا نقول الكلام ده، او حل اخر ان نضع في نطاق قداسة النص الديني ونعتبره ايمان، والايمان مهم للانسان عشان يعمل التوازن اللي فيه. بس كمان في ناحية تانية، في التاريخ وفي منطق الاحداث. منطق الاحداث بيقول انه ده ما ينفعش، يعني ما يركبش. طب هل معنى كده انه العقل او القياس المنطقي والوقائع التاريخية ممكن تكذب العقيدة الدينية؟ لا، هي هتكذب اللي احنا فهمناه من العقيدة الدينية. طب نراجع فهمنا له. ومع هذا التوراة دي مش متفق عليها عند اليهود، لانه في يهودية سامرية، وجبت لكم الكتاب الشهر اللي فات، ليها توراة أخرى ما فيهاش بقى في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، ده كلام، دي توراة عزرا الكاتب. الأسينيين هم جماعة كبيرة برضو لهم توراة أخرى، وبرضو فيها دعوة للفضائل وكل حاجة، وهم شايفين إن الجماعة التانيين دول غلطانين منحرفين بعقيدتهم. وشفنا السامريين واخدين جنبه برضو وليهم توراة شبيهة بالتوراة اللي بين أيدي الناس دي، إنما فيها بعض اختلافات، والتشريعات التلمودية مش معترفين بيها. اللي في إسرائيل دي إيه؟ دي يهودية تلمودية أو امتداد لفرع من فروع اليهود واليهودية. وكان هذا الخلاف بين المذاهب اليهودية وهذا الإقرار للديانة من الجانب التشريعي في الزمن التلمودي، تعرفين التلمود ده فضل يتكتب لحد وقت قريب، والتلمود مهم جدا عند اليهود دول إسرائيل. ليه؟ لأن ده اللي فيه التشريع، والنصوص الثواني اللي هي النصوص الثانية أثرها على الناس أهم من النصوص الأولى. ليه؟ لأن النصوص الثواني اللي هي في الإسلام مثلا الحديث النبوي، وفي المسيحية أعمال الرسل واعترافات الآباء، أو اعترافات الآباء ده مصطلح يفهمه المسيحيين بس، إنه العقيدة اللي بيعلنها البطاركة ما حدش قال إنها أهم من الإنجيل، ما حدش يعني يجرؤ يقول كده، بس هي أهم من الإنجيل. ليه؟ لأنها متدخل. طب ما الإنجيل بيقول لك المحبة، طب هي فين المحبة؟ يعني تاريخ القتل والفتك
اللي في تاريخ المسيحية ده. هو جه من هو مش أول موعظة للسيد المسيح، موعظة الجبل كان موضوعها المحبة، ومش قال السيد أحبوا أعداءكم، شفنا حد حب عدوه، ده مش كده وبس، ده شفنا حد بيذبح المسيح اللي زيه. وقلت لكم مرة من سنتين لما اتكلمنا على الأرثوذكسية إنه المجازر اللي حصلت في العالم بين الأرثوذكس المسيحيين والأرثوذكس المسيحيين اللي هو الكنيسة، هما الاثنين كنيسة مصرية، بس نقدر نقول الكنيسة المونوفيستية والكنيسة الأرثوذكسية الأوروبية، كانت بسبب الخلاف حول طبيعة المسيح. إنه إخواننا اللي هنا بتوع كنيسة اسكندرية اللي في القاهرة دي اللي في العباسية البطرخانة بيقولوا إن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا طرفة عين، وبالتالي الله والمسيح من طبيعة واحدة. الكنيسة الثانية كنيسة اسكندرية الثانية اللي موجودة في اسكندرية حاليا وكان ليها شأن طبعا كبير قبل الفتح العربي، أرثوذكس برضو، وبيقولوا إنه المسيح هو الرب وكل حاجة، بس عبارتهم إن الله الآب يعني والابن الله والمسيح عن طبيعة واحدة. وطبعا حرف الجر ده جر ويلات وأساقفة زي بروتوريوس في منطقة جليم في اسكندرية قطعوه يعني بطرك بابا قطعوه بالسلاطير الشارع، وناس اتقتلت من الأساقف في المذبح بتاع الكنيسة، والمقوقس كان مجازر. المصادر المسيحية بتقول ان هو قتل 20,000 وبعضهم بيقلل العدد شوية فبيقول 18,000 في مدينة واحدة اللي هي اسكندرية وفي يوم واحد. طب الانجيل كده؟ الانجيل ما قالش كده. مين اللي قال كده؟ النصوص الثواني اللي هي اعترافات الاباء وحاجة اسمها الاناثمة. الاناثمة موجود ليها شكل في الاسلام برضو اللي هو نصوص العقيدة او العقائد. ان يجي واحد شيخ ويقول وعقيدتي ان الله واحد لا شريك له، ماشي، وان صفاته مثلا يعني هي عين ذاته، ماشي، وان مش وما يعتقد بهذا فهو بخلاف الحق. وعندنا بقى عقيدة الامام عبد القادر الجيلاني، عقيدة محمد بن عبد الوهاب اللي هي الوهابية، عندنا عقيدة نفس الشيء موجود في المسيحية في شكل الأناثمة دي بتاعت مثلا كيرلس عمود الدين، انه المسيح والله من طبيعة واحدة، وانه مريم هي ام الاله وهي والدة الاله وهي ثيوتوكس، واللي يقول غير كده او يعتقد غير كده يبقى بره الحق. بره الحق نعمل فيه ايه؟ ما هو بره الحق بقى نموته، مع انه الانجيل ما قالش كده. طيب هل القرآن قال؟ مش القرآن قال وإنه لما فئتين من المؤمنين يقتتلوا يعني فنصلح بينهما؟ طب هو السنة والشيعة دول مش فئتين ولا إيه؟ إيه الدبح ده اللي كان طول التاريخ؟ إيه السف كده؟ طيب بلاش ده، خلينا في السنة. هو يعني مش الشافعية دي مذهب فقهي والحنفية أو الأحناف مذهب تاني، وتنوع المذهب ده فيه رحمة، مش كده؟ ده كلام بنقوله وإحنا على المنبر بس كده. التاريخ بقى بيقول إيه؟ إنه الشافعية والأحناف كانوا بيقتتلوا قتال مرير في الشام، وصل الأمر في القرن السابع والثامن الهجري إنه كان لا يجوز إن واحد على المذهب الشافعي يتجوز واحدة من المذهب الحنفي. طب هو ايه يعني اهمية ده؟ قال لو سألت اي واحد في الشارع دلوقتي انت مذهبك ايه؟ يقول لك ما اعرفش اصلا. وقعدنا سنين نشوف في الافلام ونعمل في الواقع وتزوجتك على مذهب ابي حنيفة النعمان. طب ايش معنى يعني مذهب ابي حنيفة؟ ليه؟
فانتبهوا الله دي العبارة دي موجودة في عقود الزواج العثمانية عشان الحنفية هي مذهبهم الفقهي. وبالتالي احنا مش فمن كم سنة كده انتبهوا لها قالوا ايه ده صحيح، لا شيل العبارة دي. طب اللي اتجوزوا قبل كده وبعدين عايشين احنا بصورة ذهنية عن الاشياء، فاهمين انه الشافعية الشافعية هو مش فاهم اصلا، الحنابلة لا حنابلة بقى وهيتحنبل فيها، مع انه اكتر المذاهب الفقهية الاسلامية توسعا هم الحنابلة، واشهر واحد من فقهاء الحنابلة اللي هو ابن تيمية فقهه او تشريعه متوسعة جدا، ولما تروحوا هنا في بتاعة الافتاء دي تلاقوا المشايخ اللي بيفتوا على المذاهب المختلفة، وواحد مطلق مراته ومش عايز يطلقها بس يعني كان الشافعي يحكي له الحكاية في بتاع الفقيه الشافعي يقول له لا ما اقدرش اعمل لك حاجة، طب اعمل ايه؟ يجرح للحنبلي. الحنبلي بقى بدع، عشان كده انا جزء يعني في جزء في ابن تيمية بحب له انه ذكي جدا، والناس تستغرب ازاي انت بتاع فلسفة وبتحب ابن تيمية. ايوه طيب هو انت بتاع التصوف وهو ضد التصوف؟ لا مش ضد التصوف، ده الجماعة الاواخر دول هم اللي فهمونا كده. الراجل شرح عبد القادر الجيلاني وكتب رسالة الصوفية والفقراء وخلينا فقه التشريع، يقول له يا اخي انت طب ممكن رميت عليها اليمين وهي حائض، يقول له ما اعرفش، يقول له لا ما ينفعش لازم تتأكد انها مش حائض. شوف التلكين ليه؟ لانه بيراعي المصالح المرسلة. ومع هذا تاخد الوهابية المذهب الحنبلي في صيغة ابن تيمية وفي الإبرازة الأخيرة له على يد محمد بن عبد الوهاب وتبقى حرب ويموتوا الناس، والقرامطة ذبحوا الناس يوم عرفة وقعدوا الكعبة 22 سنة محدش بيروح يحج، وده مش خلاف بين يهود ومسلمين، ده القرامطة معروف مذهبهم يعني هم دعاة الشيعة اللي هم مسلمين يعني، والناس اللي هذول هم مسلمين. أنا ليه بقعد أحط التوضيحات دي؟ عشان حد المحاضرة اللي فاتت قال لي نسبة اللي أنت قلته قليل قوي بالنسبة للسرد الثاني، قلت له ما ده مهم عشان تفهم هي الحكاية جاية إزاي. إنه موضوعنا الأساسي هو الصورة العربية لليهود، بس من عشان أفهم الصورة دي وعشان أشوف الموازاة أو التوازي بين الثقافة العربية الأولى اللي كان بيكلمها اليهود قبل ما يتكلموا العبري وبين التشريعات والتصورات اليهودية، هنلاقي فكرة القبيلة موجودة، فكرة الأضحية موجودة، الخروف اللي بيتذبح للضيف عند العرب، فتبقى دي الأضحية اللي بتقدم للرب. وبعدين يقول لك ايه في التوراة وتنفس الرب لما ذبح الخروف وحرقه كده في المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا، مفهوم مجسد قوي لله، يعني ريحة الشاوي عجبته، مفهوم مادي جدا. وبعدين تشوفه في الأسفار بتاعت العهد القديم أسفار الأنبياء الكبار في سفر صموئيل مثلا الأول والثاني، ده بدأ يشرعه يقول لك إيه، وقال له اذهب واعبد إلها آخر، كأنه في تعددية، ده مش تعددية في الديانات وبس، ده في تعددية في الآلهة نفسهم. وبعض اللي موجودين أكيد مسيحيين وحافظين التوراة عشان كتاب مقدس يعني عنده، هيلاقوا في آخر الإصحاح الأول من سفر التكوين أو قبل آخره بشوية إن الله لما آدم كل من الجنة فقلق وقال ها هو ذا الإنسان قد أكل من شجرة المعرفة وصار عارفا كواحد منا،
منكم مين؟ يتأولوا بقى، يقصد هو والملائكة. طب يعني هو والملائكة يبقى منا، يعني هم فريق واحد، مش في فجأة ولا ايه؟ وبعدين زعلان ليه لما الانسان يعرف؟ يعني مش هو وهبه العقل؟ هو مش العقل ده عشان نعرف؟ وبعدين يكمل زي ما قلنا في كتاب اللاهوت العربي، وده اللي عمل الاشكال، يعني المتصور بتصور الاله، بتكمل الايات التوراتيه: فماذا لو اكل ايضا من شجره الخلود فطرده الرب من الجنه مع المراه التي جعلها معه، ووضع على طريق الجنه الكروبيين ملائكه يعني ولهيب سيف متقلب. دي تصورات. اه طبعا يعني الناس تعتقد لا يجوز، زي ما قال الراهب هيبة الأكتافيا، يعني يا أكتافيا لا يجوز إهانة عقائد الناس. بس كمان مش هنقبلها كده بالكامل من غير يعني تفكير شوية فيها، عشان نعرف احنا ليه عمالين نقتل في نفسنا كده بقالنا 2000 سنة. وانا قلت لكم في ندوة سابقة، او قلت معرفش في برنامج ولا ايه، انه الخناقة دي اصلا والحروب دي كلها لا معنى لها، لان هي حروب مقدسة عندهم ومقدسة عندنا، وهو ملهاش اصل. ايه المقدس يا عم هنا؟ انه ربنا قال لابرام بعد ما بقى اسمه ابراهيم ان هيدي الارض دي لنسله من النهر الى النهر، نهر مصر يعني من النيل الفرات. طيب ما هو اداله، وادي نسله اهو اسماعيل واسحاق. هو في حد بين النهرين دول الا احنا؟ عيال اسماعيل على كلامكم، وعيال او زوجيه اسحاق على كلامكم برضو. طب نتخنقوا على ايه؟ على الاريجن او المحو، تطهير ارض الرب. تطهيرها من ايه؟ من العرب، من الفلسطينيين، من الاردنيين؟ ما هم دول على كلامكم هم زوجيه اسماعيل، واسماعيل نفسه مفهوم عبري، الله سمع وانه هيكد ويكدح ومش. طب ما هو اهم زوجته، وهو وزوجيته يعني ما بيكدحوش ولا حاجه، طلع البترول اهو بقى زي الفل من غير ما يكدحوا. انما يا سيدي ماشي، هنقبل هذا، بس مش هقبل بقى منك طبعا مش هعيد الكلام السابق بتاع الاسبوع اللي فات، اللي مهتم هيقدر يشوفه يعني على اليوتيوب، ويشوف كيف تحولت او تطورت النظرة العربية الى اليهود واليهودية، من قبول لقبائل موجودة وبتعيش نفس الحياة وبتتحزب برضو وبتحارب، يعني اللي ماشي على العرب ماشي على العرب بما فيهم اليهود، ولم يتم تصنيف او اخذ موقف او اشتعل حرب بين مثلا تغلب وبين بنو قريظة لأسباب دينية، لا. وهنشوف النهاردة في الجزء الإسلامي يعني إزاي أنه اللي كان ماشي على بقية القبائل العربية كان ماشي
على الكل بما فيهم اليهود، لا سيما ان هم نزلوا الجزيره العربيه بعد ما اليانوس او اليانوس الامبراطور الروماني دمر اورشليم سنه 70 ميلاديه لاسباب برضو سياسيه وامنيه بحته. الجماعه دول عاملين زن في الامبراطوريه ومش عايزين يفهموا ان الامبراطوريه الرومانيه دي قايمه على فكره تساوي الناس في كل حته، وان اي حد ممكن يبقى امبراطور ما دام هو قادر يضبط الامور. ومش مهم، عشان كده نلاقي مثلا هرقل من كابادوكيا، سبتيموس ده من ليبيا، قسطنطين الكبير من الرها في العراق. يعني هو مش روما، اصل نقول ايه حكام روما، اباطره روما، فيجي في دماغنا ان روما كانت محتله العالم. لا، دي العاصمه الاداريه للامبراطوريه، ومن هنا جت كل الطرق تؤدي الى روما، ومن هنا جت ان البيروقراطيه هي افضل انظمه الحكم. اللي احنا طبعا فاهمينها غلط دلوقتي، كل ما نلاقي حاجه متعطله نقول دي بيروقراطيه. لا، البيروقراطيه يعني نظام حكم المكاتب المتصاعده بشكل هرمي، بحيث يضمن ايصال التفاصيل البسيطه في القرى البعيده الى المركز الاداري للدوله من المكاتب بورو. فبالتالي هو بيعمل ترتيب كده بحيث يضمن النظام الهرمي او الهيراركي للدوله، انما مش انه في رومان اسره مثلا رومانيه قاعده عماله تحكم في الامبراطوريه. اليهود مش عايزين يفهموا الكلام ده. ليه؟ عايزين لهم مملكه. ليه؟ لان النص الديني عمال يكبس انتوا ابناء الرب وانتوا الاحسن من المش عارف ايه، فعايز يعني، وانه لا انتوا حالتكم تعبانه دلوقتي بس هتفرج اخر فرج، وهيجي لكم المهدي المنتظر او المخلص او المشيح الممسوح بالزيت، ولما تشوفوا بقى الاسفار الاخيره في العهد القديم اللي بيسموها اسفار الانبياء الصغار، كلها بقى يعني يا ابنة اورشليم هتفرحي والله ومش عارف ايه، ولازم هيجي لك الفرج، وهيجي لك الفارس اللي راكب على حصان من خلف الغيوم وهيقيم الدوله. وفي الوقت ده التلمود بدا يتكتب وخد زمن، لدرجه زي ما قلت لكم مره قبل كده ان في التوراه نفسها، التوراه اللي هو القران يعني بتاع اليهود، مفيش اي تصور ليوم القيامه، لا يوجد. مع ان كلمه يوم القيامه دي كلمه عبريه اصلا، بس جت ازاي؟ انه مع الكتمه اللي هم فيها والتقتيل والتشريد والسبي والبلاوي دي، بعدهم حلم المخلص. هو مش قادر يعمل حاجة، طيب هيجي حد يعمل بقى، لأنه ربنا موجود، الرب بتاعه يعني، بس ما بيبعتش. ولما بعت السيد المسيح قالوا لا مش هو. هو طبعا قبله كتير قتلوا وبعده على فكرة، ان يجي واحد يتحمس دينيا شوية يكون بقى من السامريين، لان احنا شفنا ان يوحنا المعمدان غالبا كان يهودي سامري، وبالتالي بقى السيد المسيح يهودي اقرب الى السامرية، لانه اتخانق مع اليهودية التلمودية والفريسيين او اللي هم يعني قاعدين في متشددين قوي في تطبيق الاحكام، ويفتوا في الابره ويبلعوا الجمل زي الفقهاء برضو المسلمين في ازمنه التخلفيه هي. طيب، مع هذه الازمه ومحاوله استشراف اللي بيسموه دلوقتي ضوء صغير في اخر النفق، فيتخيل انه هيجي حد يخلصه. وده السبب للناس اللي متابعنا ان دايما احذر من فكرة المخلص. لما جه الدكتور البرادة يلعب اللعبة دي يعني اتكلمت فيها،
ولما جه مش عارف مين قلت له لا، لانها فكره مدمره ولا تؤدي الى. ودلوقتي طبعا برضو نفس الشيء بنقوله، ما ينفعش. الحاكم حاكم، اذا كويس هنساعده واذا مش كويس هنعرضه بس. انما بقى فكره اصل انا من على البيت، ماشي يا سيدي فوق راسي، بس مش ده الموضوع. او انه الائمه الاثنى عشريه سلاله يعني بعض، يا سيدي ماشي على عيني وراسي، وده نسب طاهر شريف وكل حاجه، بس ملوش دعوه باللي بيحصل، بدليل ان مقاتل الطالبيين في تاريخنا الاسلامي هي حلقات من المآسي. يعني 16 جيل عماله تقتل، الحسين وعياله، وده يغذي عند الشيعة فكرة المهدي المنتظر الموجود عند السنة برضه، بس فكرة مدمرة، لأنه بتخلينا ما نعملش حاجة ونستنى حد زي ما وصفته أسفار الأنبياء الصغار في آخر العهد القديم، اللي هيجي راكب فارس يا ابنة أورشليم من ورا الغمام وياخدك ويطلعك ويحميك ويلبسك ويسرح لك شعر، قايل كده، ويحط لك وردة في شعره، والكلام الفرفالي المبهج ده اللي ما حصلش. بس الناس بتحتاج سلوان، بالذات في فترات الحزن الكبيرة. في فترات الحزن دي كتب التلمود وفضل يتكتب بقى، بدأ كتابته في بابل وفي أورشليم، وبقى عندنا 2 تلمود. مين الأهم؟ التلمود البابلي مش الأورشليمي، يعني اللي جاي من الناحية الفارسية بيعمل إيه التلمود؟ بينظم لهم الحياة. ومن أكتر الأشياء اللي بيتشدد فيها، والتوراة برضه، حكاية السبت، لدرجة إنه اليهود ممكن تعرفهم بأنهم أصحاب السبت. وإحنا عارفين طبعا الوضع الغريب الكوميدي بتاعهم ده، أنه لحد دلوقتي في مظاهرات بتطلع في إسرائيل علشان اللي بيشتغلوا في شركة الكهرباء بيشتغلوا يوم السبت، ما ينفعش. طب يعني يا عم الدنيا تظلم، وبعدين دول مش متدينين يا سيدي، أنت لو بتاع حزب شاس ما تبقاش تروح. لا، ما فيش مفروض حد يروح برضه. طب يا عمي ما ينفعش، هنقفل البنوك ماشي، هنقفل المصالح والمدارس ماشي، هن مش عارف ايه، بس في مصالح، في المرور مثلا لازم يتنظم. لا، ما فيش حد مفروض يطلع اصلا عشان يبقى في مرور، اقول واحد يقعد في بيتهم طول اليوم. يا سيدي ما ينفعش. ايه هو اللي ما ينفع؟ يقول لك، يرد عليه، اذا كان الرب قايل كده لموسى، فإذا كان ربنا بقى اللي قايل كده هتتكلم انت في ايه؟ ربنا طبعا بتاعهم. الكلام ده تم تفصيله وتحويله الى قوانين بقى تطبيقية في التلمود. والتلمود فضل يتكتب لحد القرن الخامس الميلادي، الخامس الهجري، يعني قرب من العاشر الميلادي. الصيغة دي اللي قدامنا أو اللي بيحتكموا ليها دلوقتي اتكتبت على مدى هذه القرون كلها، فظهرت فيها أو في فترة يعني التأثير من المسيحية اللي هي فيها فكرة اليوم الآخر. طبعا لأن مصر يعني في مصر لا تستطيع أن تتجاوز فكرة يوم القيامة 5000 سنة قبل، والا هم اللي عاملين بقى اهرامات ليه وبنحنط ليه لان في، فسموه ايه؟ اخريات هياميم، اخره الايام. وكان ظهوره الاول زي ما شرحت في اللاهوت العربي مرتبط بالمعنى الارضي مش السماوي، ده بعد كده وبعد ظهور الاسلام ووضوح قوي الفكره دي في الاسلام، ان لا ده في يوم محدد، يوم ينفخ في الصور فمش عارف الى اخر الايات دي. فبدا التشريع اليهودي التلمودي المتاخر يتحدث بحسم عن وجود يوم قيامه، انما التوراة ما فيهاش
ولا فيها لغة واحدة، ولا هي كتاب نازل من السماء كده بنصه عشان نقول عليه محرف، واحنا بنقول عليه محرف. وانا فاهم محرف دي يعني ما يسمى في اصول الفقه او القانون يعني انزال النصوص على الوقائع، والناس فاهمة ان محرف يعني مغير الكلام، واللي هدي يقولوا هنغير ايه يا عم، هو الكلام اصلا ما كانش لا بالعربي ولا بالانجليزي، ده كان بالعبري وكتبه عزر الكاتب. طب انتوا مسيحيين محرفين، يضحكوا هم كمان يقول ليه مش فاهم، المسلمين دول جهله جدا يا عم، نحرف ايه؟ ده الاناجيل دي واحد بعد 70 سنه و80 سنه و90 سنه و120 سنه كتب انه السيد ظهر بيبشرنا، وكتب ده باسلوبه. وكان عندنا يعني عشرات الاناجيل، وبعدين قلنا لا نشوف اللي هم شبه بعض او متوازيين، عشان كده الاناجيل الاربعه دي اسمها الاناجيل الازائيه، يعني كلها تقوم بإزاء بعضها البعض. إنما بقى إنجيل المصريين بلاش، إنجيل توما بلاش، إنجيل الطفولة بلاش، في منه نسخة هنا في المتحف القبطي حلو، إنجيل العذراء بلاش. ليه؟ عشان هيطلعنا بره الموضوع، مع أنه الأناجيل دي بعضها أقدم الأناجيل الأربعة في النسخ الخطية. المهم اصله بيبقى الكلام يعني هو احنا ليه ماشيين في حقول الديناميت دي؟ ليه؟ عشان ما تنفجرش فينا، عشان نعرف انها حقول ديناميت، وان الاشكال فينا زي ما هو فيهم، وان تم استغلاله عندنا وعندهم، والورطه المسماه بمشكلة الشرق الأوسط دي وقتها مصنوعة، والناس اللي ماتت دي ماتت هدر، وهنعرف الكلام ده مع الوقت. بس اللي بنقوله دلوقتي انه في الزمن العربي الأول ظهر ناس زي السماوئل ابن عدياء، رجل محترم جدا وشاعر وبيحترم عربي وخلاص، مسألة اليهودي دي ما مسألة تانية. وعارفين قصة السماوئل اللي رهن عنده امرؤه القيس الدروع وأقام حرب عشان ما يخونش الأمانة، وحي ابن أخطب، والناس دي ليها مكانة عربية عامة بصرف النظر عن كونه يهودي ولا مش يهودي، بل بالعكس ده اليهود لما نزلوا بعد يعني من مع النزوح ده وهم في مناطق الشمال، ونزلوا الجزيرة، راح عمل العربية يعني قلب الجزيرة، عملوا نفس الدور زي ما قلت لهم الأسبوع اللي فات اللي عملوه الإسرائيليين لما تصلح معهم السادات، عملوا بقى منتجات زراعية جديدة ونفس الفكرة. فلما نشوف التاريخ اللي فات مش هنندهش من اللي حصل دلوقتي، والعرب كانوا مسلمينهم لسا ما كانش في خلاف عقائدي ولا في حرب، فبقوا يشتروا منهم ويخلوهم يزرعوا لهم. احنا الخيبة التقيلة ان عملنا ده وهو اصلا في حرب. طبعا في معاهدة للصلح بس في خلاف، في ناس كتير بتستغله، فانت ازاي مستأمن يعني ان ده يوسف والي، وتبدأ بقى السرطانات والمش عارف الايه، وننشغل بالتفصيلة دي وننسى القضية الاساسية. فالصورة العربية لليهود واليهودية صورة محايدة تماما، ولا يتم فيها تصنيف الشخص بحسب الديانة. ليه؟ لأن في تعدد كبير في الديانات في الوقت ده. الديانات اللي تتسمى بعد كده في على ايد اليهود المتأخرين والمسيحية ديانات وثنية للتفرقة بينها وبين الديانات السماوية. وطبعا لو فكرنا هنلاقي الاثنين واحد في الحقيقة، وان دي كلها مجرد يعني مثلا لو حد مسيحي دلوقتي 99%
في المياه المسيحية، لو شافوا قطعة الخشب اللي هي صليب الصلابوت اللي اختفت دي هيعمل ايه؟ هينهار طبعا. انا لما كان يجي البابا شنودة يزورني، فكانوا البنات المسيحيات اللي بيشتغلوا معايا يعني يقولوا لي هنيجي نسلم عليه. طيب طب وتعالوا سلموا عليه، فعيطوا اول ما شوفوه عيطوا، وطبعا يبصوا اه كان راجل طبعا ذكي ويستاهل كل خير. بس هي القداسه دي ده حاجه في الذهن، ان صليب الصلابات او الكعبه هي مش رابعه العدويه، رابعه اللي بجد مش بتاعت مصر الجديده، مش لما شافت الكعبه قالت هذا الوثن المعبود في الارض ووالله ما دخله الله وما خلا منه. وقعدوا الناس تفكر في القصة ازاي، ليه ربعة تقول كده وهي ست يعني كويسة؟ مين اللي شرح لنا الكلام ده؟ مش واحد متصوف، ابن تيمية قال الست دي ست عظيمة جدا، وجايز الكلام ده ما يكونش دقيق في النقل عنها، انما اذا كان يعني مظبوط فالمسلمين بيعبدوا رب الكعبة، وإذا افتكروا إن الكعبة هي الموضوع آه طبعا تبقى ثانية يعني. وبعدين والله ما ولجه الله وما خلا منه، دي عبارة يعني ممكن تأولها، لأنه ما خلا شيء يعني من الله، يعني هو موجود وفي أنفسكم حتى أفلا تبصروا. وبالتالي تجسيد الديانة في شيء ده موجود عندنا وعند اللات وهبل وكل الدنيا. وهو كان في واحد مثلا في اليونان القديمة خلال 2000 سنة من التعبد متصور انه تمثال افروديتي ان هو ده افروديتي؟ لا، هو عارف ان افروديتي معنى تاني، ولا ان زيوس ولا انه سيرابيس هو التمثال ده الرجل اللي بدأ هو ده يعني الحجر ده؟ لا طبعا، لا صورة له. الصليب، انا دلوقتي لو جيت لمريم وهي معلقه صليب او واحد يعني جاهل وراح ماسكه كسره في الارض تزعل. ليه؟ لانها متصوره انه مقدس، مع انه المسيحيه اصلا فيها الصليب، ولا السيد المسيح اتصلب على صليب اصلا، واي حد متخصص في اللاهوت عارف الكلام ده. طب ليه ما بيقولوش للناس؟ عشان الناس مش عايزة كده، الناس عايزة تبقى مبسوطة، ونوعدهم كده انه الرب معاكم. طب يا عم احنا بنتدبح في الشارع، اقولك لا بس الرب معاك، وحافظ على عقيدتك اهم حاجة. احافظ ايه؟ ده انا هموت، لا مش مهم انت تموت. اي والله زي الانبا بنيامين كده لما قال لهم تمسكوا بعقيدتكم وهرب وقتل المقوقس الناس في اسكندرية عشان أناثمة برضو جاي بيها ان دي العقيدة. ها انت اوكي ماشي العقيدة، تعال هنا انت. لا انا متمسك بالعقيدة. الانبا بنيامين قال لي موتوه 18,000 واحد، واللي قال لهم كده مش موجود معاهم، واخوه مينا الغلبان ده طلعوا عينه وقتلوه في الاخر عشان يستمسك بالعقيدة. طب هتستمسك ازاي اذا كنت انت مش موجود اصلا؟ نفس المنطق بتاع على القدس رايحين شهداء بالملائكة. شهداء ليه؟ عشان تاخد الجنة. فهو عايز يموت اصلا، اللي هو بيقول ايوه على القدس، هو عايز يموت لانه مش عارف يعيش. وحد قال له ده فيه حور عين. حور عين خلاص في بهجة اهو، والحياة أصلا مش مستحقية. هناك بقى كان عندهم ناس بتعمل نفس الشيء. طب نيجي للصورة الإسلامية، ما تنفصلش طبعا عن الصورة العربية، ونقف عن بعض حاجات كده صغيرة وهلمسها طبعا لمس خفيف علشان يعني ايه، مش عايزين نكمل. الإسلام ظهر في مكة
واتخذ الصورة القرآنية البليغة الرائعة دي اللي فيها إعجاز طبعا، وآمن بمجموعة كان منهم من آمن بناء على رجاء أو طلب أو تمني من سيدنا محمد اللي هو عمر بن الخطاب. واحنا عارفين الحديث اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. قبل الإسلام كان بيعمل عمر بن الخطاب اللي شوف سيرته يعني. كان أكثر جلوسه مع اليهود، واحنا عارفين انه عمر بن الخطاب في الإسلام وفي قبل الإسلام هو شخص متشدد وقوي وكذا. طيب وراح الإسلام عامل القبلة فين؟ القدس. والقدس دي زي ما هنشوف بقى بالتفصيل كده هي مفهوم عبراني مش عربي، والتسمية دي قدس قدوشيم المقدسة يعني ده صفة الأورشليم. وفي الحديث لو آمنت بي اليهود لآمن الناس، مش كده؟ طيب وهجر النبي من مكة إلى المكان اللي كانوا اليهود متوطنين فيه بأعلى كثافة في الجزيرة العربية، لأنه هو أول ما راح يدعو الإسلام راح يدعو فين؟ في الطائف. حصل المآسي اللي هناك فرجع. طيب هيطلع من مكة المكرمة هيهاجر، هيروح فين؟ يثرب. يثرب ده مكان متركز فيه أو أعلى تركيز لليهود المختلطين بعرب، وهي مدينة يعني على طريق البخور فيها صناعة، وفوقيها بشوية شمالا يعني في منطقة تجمع يهودي تانية هي خيبر، بس دي منطقة زراعية. إنما مين الأهم؟ يثرب اللي احنا غيرنا اسمها. ما هي لعبة الأسماء وتحريك الدلالات لعبة خطيرة جدا. علشان كده مثلا تلاقي الصوفية يقولك لا ما تقفليش عند المفردات، المعنى أعمق وكلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة أصلا، فأنت ما تحتقنش عشان فهمك لمفردة وتنسى أصلا الموضوع الأساسي أن الله فيك. المهم يثرب دي كان فيها إيه؟ الجزء كبير منها يهود من ثلاث قبائل زي ما العرب برضو قبائل، والعرب كانوا بيحاربوا بعض بقى على الكلأ الشحيح وعلى المراعي وعلى النخل وعلى طيب قبل ما يروح سيدنا محمد في هجرته إلى يثرب المدينة المنورة بخمس سنين كان في إيه؟ كان في حرب دايرة في يثرب، والحرب دي خدت مسارها لحد يوم قتلوا بعض فيه جامد اسمه يوم بعاث. الأوس والخزرج دي قبائل عربية، لا دي قبائل عربية غير يهودية، وفي يثرب قبائل عربية يهودية. تصنيف بقى يهودي وغير يهودي ده حصل بعد، انما في الوقت ده دي قبائل وبس، وبينها صراعات. بدليل ايه؟ انه بنو قينقاع يهودهم
متحالفين مع مين؟ مع الخزرج. بنو قريظة وبنو النضير متحالفين مع مين؟ مع الأوس. إذن الخلاف لا يقوم هنا على أساس عقائدي، مصالح معينة. يعني بنو قينقاع ساكنين في قلب المدينة أو في قلب يثرب يعني، وأغنية، والتانيين على الأطراف وليهم حاجة اسمها الأطام. الأطام دي حاجة كده زي قلاع، حوائط مصمتة شبابكها بتتفتح من جوه، أقرب ما يكون إلى القلعة العسكرية. واليهود من اللي شافوه قبل كده، سواء التهجير الكبير أو المقتلة الكبيرة بتاعت سنة 70 ميلادية، أو اللي عمل فيه المسيحيين بعد كده أيام كيرلس عمود الدين وغيره، لأنه طبعا يعني بالمنطق المسيحي الرب نزل وانتوا مش عايزين تعترفوا بكده، ده انتوا أعداء الرب بقى وما تستاهلوش تعيشوا، ده انتوا كمان قتلتوا المسيح، يعني مش ده انتوا اللي رحتوا يعني بلغتوا. يا عم مالناش دعوة، والله أنا ما شفت الناس دي، ده الكلام ده كان من 500 سنة. لا مش طب آمن بقى بالرب يسوع، يقول لي يا عم يسوع مين؟ ما عرفش أن يسوع، أنا أعرف حزقيال وأعرف موسى وأعرف. يقول له أكمل بقى، يقول له لا مش قادر أكمل، ما تعلمتش كده من وأنا صغير، يبقى أنت تموت. إلا نفس الفكرة اللي هيجي المسلم يعملها مع المسيحي، إيه أؤمن بالإسلام، لا أصل أنا مش عارف. طب تدفع الجزية بقى وتعيش كده كلب يا عم ليه بس؟ أؤمن واحفظ مالك وروحك مني. لا أنا عايز أفضل مسيح. طب أقعد بقى خليتني، وقعد امشي جنب الحيطة وتدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقول لك طب بس يا جماعة يعني مش انتوا مش الإسلام معترف بالمسيحية؟ أيوة يا سيدي معترف. طب ما خلاص بقى إيه؟ يقول له بس تجدد الموضوع، الإسلام نزل لازم تؤمن به. نفس المنطق اللي المسيحية بتعمله مع اليهودية، هي هي يعني. شوف ميكانيزم الفتك والبطش والآليات بتاع، هي واحدة ماشي. إنما بنقول إن الحروب اللي كانت في يثرب قبل بقى ما يبقى في حاجة اسمها الإسلام، أو قبل الهجرة يعني اللي هي استعلن بها الإسلام، لأن كان في ديارات كتير بتظهر في الوقت ده ومتنبئين كتير لم يكتب لهم النجاح. الحرب دي أوس وخزرج، عرب وعرب وعرب تاني، هنعرف بعد كده ان هم يهود، متحالفين مع دول. مين اللي تنكل بيه واللي اتغلب؟ الخزرج. وتقتل من بنو قينقاع عدد كبير جدا، لدرجة انه بقوا يعني بعد الحرب دي هم اغنى اليهود. ليه؟ لان عددهم بقى قليل وهم اصلا عندهم فلوس كتير. طيب اول حاجة او من اول الاعمال النبوية في يثرب عقود او معاهدات صلح وإيجارة، ويعني حد يجير حد، وترتيبات أمنية مكتوبة موجودة عند الواقدي وابن سعد والمؤرخين الأوائل دول، نصها يعني موجود. عاهد مش عارف رسول الله مش عارف بني قينقاع على كذا، وإنه ويذكر القبائل اللي هي داخلة في الحد، إنه هو ما يضغطش عليهم يغيروا ديانتهم وهم ما يعاونوش أعدائه. كل ده كلام ملوش علاقة بالعقيدة. هو طالع من مكة وفي مشكلة بينه أو بين المكيين الهاشميين والجماعة التانيين دول، ومعروف طبعا النزاع، وفي دين جديد ناس مؤمنة بيه وناس مش مؤمنة،
بس بعيدا عن المسألة الاعتقادية في حل خلاص. فهو بيعمل معاهدات بيأمن الجانب ده أو بيأمن. وبعدين حصلت وقعة بدر معروفة، فردت عليها قريش بحرب اللي هي ايه أحد. فاليهود قالوا للنبي أو بعض يعني اليهود، احنا معاك يعني في هنحارب معاك في الحرب دي. فيطلع يوم أحد يوم ايه سبت، دخلنا في المشاكل. فلو سمحت يا محمد، السبت ده في يعني مشكلة عندنا. يعني ايه مشكلة يا عم؟ خلينا في اللي احنا فيه بقى، ما نقدرش نقول للرسول كده. يقولوا له بس ما ينفعش عندنا ده، احنا لا بنخرج ولا بنزرع ولا او نروح نحارب كمان. الا واحد منهم اسمه مخيرق، يهودي كان من الحلف بتاع النبي. وبعدين قالوا له ايه يا مجنون انت، دي الحرب يوم السبت. قال لا سبت ولا حد اللي يتحالف، لان هي الحكايه مش عقائديه، هي مش قريش جايه تحارب الديانه اليهوديه. اللي هو هيمتدحه بعد كده النبي في الحديث، لانه الرجل ده قال لا انا طالع، واذا قتلت فكل حاجه حتى مالي يبقى ياخده النبي عليه الصلاه والسلام. فراح ومات وخد النبي ماله. وقال مخيريق خير اليهود. ورجعنا من أحد. وطبعا حصل بقى فيها اللعبة اللي عملها خالد بن الوليد لما لف، وبقيت الوقائع والمسلمين جروا على الغنائم وتهزموا وتبهدلوا. ورجعنا المدينة. طب بنو قينقاع دول ما طلعوش معانا ليه؟ مين بقى اللي بيقول كده؟ الأوس. ما احنا دلوقتي عندنا مفهوم الأنصار، الأنصار دول أوس وخزرج. والأوس والخزرج آخى بينهم النبي عشان يمسح ذكرى الحرب اللي كانت من 5 سنين. ماشي. بس لا تزال طبعا في حاجات في النفوس، إن الأوس كارهين بنو قينقاع اللي كانوا متحالفين مع الخزرج. فقعدوا الأوس يحمسوا النبي الحرب بنو قينقاع. لاحظوا هنا لسه الحكاية ما راحتش ليهود، راحت لقبيلة. وبعدين راحوا له مرة في قصة كده مش مقبولة قوي يعني عند المؤرخين أو المدققين يعني، بس هي مشهورة تلاقوها في مواقع الانترنت كتير، المواقع اللي هي سبب حرب بني قينقاع أن امرأة من المسلمين، امرأة من الأوس، كانت بتتبضع عند اليهود. فالرجل البياع اليهودي قال لها انت هتست ورينا وشك، انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ طبعا القصة مش مقبولة لأن النقاب ده أصلا يهودي، يعني العرب ما كانش، العرب غير اليهود ما كانوش بيحطوا لا نقاب ولا بتاع، كانوا كاشفين صدرهم ما شاء الله وحاجة كويسة. ونزلت الآية يضربنا بخمرهن على جيوبهن، الجيب اللي هو فتحة الصدر يعني. ويزودوا في الحكاية، فواحد شقي، ولد يهودي شقي، راح رابط دي تبها بالطرحة بتاعتها وهي قاعدة، فلما قامت فتشلح فستانها فانكشفت عورتها. فالأوس لابد من الحرب، أختي كاميليا نفس يعني نفس طريقة التفكير. أنا مش هقدر أقول لكم الفظائع اللي حصلت في بنو قينقاع، اللي مهتم يشوفها في المراجع الإسلامية، حاجة بشعة. لا ما تعمليش كده لان ده مؤلم. ذبح وسفك وحاجات
حاجات بشعة. امتى حصل الكلام ده؟ سنة 2 هجرية. خدوا بالكم بقى من دلوقتي وطالع لازم نربط بين التاريخين عشان نفهم حاجات تانية كانت بتحصل في حتت تانية. لما نيجي نحسب في الفترة دي، فترة بداية الإسلام يعني، الفرق بين التاريخين الميلادي والهجري، نحط 623 سنة. ماشي؟ ف 623 و2 هجري يبقى احنا كم ميلادي؟ 625 كان في تغيرات بتحصل في العالم الخارجي، والعرب محدش يتصور انه عرب قريش او المسلمين الاوائل دول كانوا ناس يعني بسطاء كده ولا لا، ده كانوا تجار وبيشوفوا النشرات وتويتر والفيسبوك. ليه؟ لان شغلهم مرتبط بكده، مش هيطلع هو بقافله ياخد فلوس الناس وهو مش عارف ايه اللي بيحصل فوق، مش كلام ده يعني. والحركه التجاريه دي احنا فاهمينها دلوقتي بشكل سينمائي، انه ايه خمس ست جمال ماشيين كده وبتاع واحد بيغني لا، دي التجاره العالميه. يعني طريق الحرير ويتقاطع عليه طريق البخور، دي تجاره العالم كله، وعمليات ائتمانية ضخمة جدا، وناس بتشارك وهي مش عارف بفلوس، وناس بتدغني جدا. وبالتالي اطلاع التجار، يعني هل تتصوروا ان الناس الاثرياء او اللي بيشتغلوا في التجارة المصريين حاليا مش مهتمين مثلا باللي بيحصل في ليبيا؟ لا، لازم يبقى مهتم، ولازم يبقى متابع ايه امريكا ناوية على ايه في سوريا. هو شغله كده، لانه مدام بيشتغل في حاجة عابرة لازم يبقى متابع. طيب، وبالتالي بقول الكلام ده عشان نوضح انه ما كانش ينفع يعني ما ينفعش نتصور انه المسلمين الاوائل كانوا منقطعين الصلة باللي بيحصل في العالم. ايه اللي كان بيحصل في العالم في الوقت ده؟ انه الفرس اللي هم دخلوا وخدوا اجزاء كبيرة من الامبراطورية الرومانية في حرب استرداد، هي طبعا سلطوية بيقوم بها فلافيوس اغسطس اللي احنا نعرفه بعد كده باسم هرقل الامبراطور، وبيطردهم كده تاني، وحروب بقى شغالة، وبيطلعوا من مصر في الوقت ده باتفاقية ما اللي اتكلمت عنها او حكيت عنها في الاحداث بتاعت روايات النبطي، ودي برضو لانه غزني قوي انه فترة منسية كده كأن عادي التاريخ المصري مفيش كلمة فرس دي. يا عم ده انت احتلوك كذا مرة، ما الزمن المصري القديم الفرعوني، مش حاجه اسمها الزمن الفرعوني، الزمن المسيحي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اصلا اسمها كده. الزمن الاسلامي، اسلام، اوكي طب نتبسط بقى، موكب النور ماشي. طب الفرس احتلونا، صح، احتلوا قرش يا عم، ده أكتر من احتلال، ده احنا كنا في فترة من الفترات كمان خاضعين للعرب قبل الإسلام بأربع قرون. إيه ده احنا؟ أيوة، الملكة زينوبيا دي ملكة عربية وكانت بتملك عاصمة مصر اللي هي اسكندرية. يا راجل، والله عدم الوعي ده معناه إيه؟ معناه الولد اللي وقف لي هنا من أربع سنين فاكرين الطيب لا يقول ان انا مسيح، اقول له اهلا وسهلا، يقول لي ما تنساش يا دكتور ان احنا اصحاب البلد. واللي كان موجود يومها، انا يعني في وجوه قديمه يعني افتكر، قلت له يا سيدي ماشي على عيني وراسي، بس قول لي امتى حاكم مونوفيستي يعني من كنيسه حكم مصر مره سنه، يعني قول لي اسمه وانا خلاص هعترف. هو مسكين قعدوا بعض ناس
من زي اللي بيلعبوا بينا وبيلعبوا بيهم وبيلعبوا بالتاني يفهموه في مدارس الاحد احنا اصحاب البلد احنا اصحاب البلد احنا اصحاب البلد، وواحد تاني ملتحي بقى عمال يقول له احنا الحق، دول ال بيقولوا عليهم ايه على المشركين. خلاص يبقى اختي كمالية، يبقى الست اللي كانت بتشتري من سوق بنو قينقاع نفس التكنيك، اللعب بالعقيدة لتهييج مصالح هي فعلية أرضية جدا. طيب تدخل بعض الناس من الخزرج وقال له طب يا رسول الله يعني نعم، طب في شخص واحد بس من هنا أنا عايزه، قال له خذ عشان عايز يموته هو بإيده يعني، كان في مشكلة بينه راح يموته، قال له خدتك، قال له أنا أصلا عندي 80 سنة هتعمل ايه هتموتني موتني. راح راجع للنبي قال يا رسول اوهب لي عياله ومراته، قال له خذ ما هبتهم لي. فراح، ده مذكور في المصادر الإسلامية يعني مش ده كلام بيقولوه مثلا أعداء الإسلام، لا ده في الواقدي وفي الأغاني، كتاب الأغاني لأبي الفرج الكتاب الضخم ده الأصفهاني. فقال له خدتك أنت وعيالك كمان، قال له يعني هم عيالي بعد ما موت هيعيشوا يعملوا ايه؟ ما طبعا ده انت ترحمهم لما تموتهم. اتضايق راح راجع قال له يا رسول الله اوهب لي ماله كمان، قال له وهبت لك مال. فرجع قال له شفت انت وعيالك ومالك، قال له المال هينفع بايه؟ راح قتله ذبحه وذبح العيال والتانيين اتذبحوا في خندق سنه 600 يا اخر 624 يا اول 625 ماشي. وقعدنا سنتين في يثرب وبدا يبقى اسمها المدينه المنوره، واليهود قاعدين في اطام اللي هي زي القلعه دي. مين الاقوياء فيهم؟ بنو النضير. حصلت مشاكل فراح النبي حاصرهم، فبنو النضير هم كانوا حلفاء الأوس، فراحوا الناس الكبار يعني من الأول يا رسول الله 15 يوم خلاص الناس دي هتموت، والمسلمين بدأوا يشعلوا النار في النخل بتاعهم وده خراب يعني. قال لهم لا مش هتوقف عنه عشان دول بيأذوني وبيقولوا كلام وحش، طب عشان خاطرنا. قال لهم خلاص يمشوا يسيبوا الأطام دي فتوسطوا. فخرج بنو النضير من أماكن في أطراف المدينة، والخزرج والأوس خدوا الأماكن بتاعتهم، والمهاجرين طبعا خدوا الأماكن وما وجدوه ذكرناها في المراجع، مش عارف 45 سيف و400 مش عارف كم درع وأراضي وكم نخلة غير لده. طيب الكلام ده سنة 4 هجرية، 4 هجرية يعني كام؟ 27 بقى 627 كانت التغيرات الكبرى محتدمة احتدام شديد، وبقول لكم ان دي حاجة مهمة ومش عايز اتطرف يعني واقول انها كانت في الوقت ده اهم من العقيدة، بس في مثال بيدلنا على كده انه لما نزلت الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فيه قتال كثير، فرحوا القبائل العربية قالوا لسيدنا محمد لا لا بقى انت نبي مش نبي،
انت دعوة الحق مش دعوة الحق مش ده موضوعنا. موضوعنا ان الاشهر الحرم هي الاشهر الحرم، ما فيهاش قتال. ليه؟ لان طرق التجارة هتقف وكلنا هنموت بقى كده. طب خلاص اوكي تفهم يعني تقبل، ما ان فيها آية فيها نص. واحنا دلوقتي لما تيجي تكلم حد يقول لك ايه ده انت هتعارض القرآن؟ يا عمي في ناس هتموت. لا المسيحي لازم يدفعوا الجزية. ليه يا عم؟ عشان فيها نص. طب ما عمر بن الخطاب اسقط الجزية عن تغلب قبيلة العربية المسيحية وفيها نص. هو انت اكثر تقوى من عمر بن الخطاب؟ لا مش فاهم، هو مش فاهم بتاع مدارس الاحد طبعا في المسلمين هتبقى مدارس الجمعة ما قالوش الحتة دي، وهو حافظ ومش فاهم. حافظ انه لا اجتهاد فيما فيه نص، لا اجتهاد فيما ورد فيه نص. ده في اجتهاد واجتهاد وتأويل وإعادة نظر وتعطيل لبعض الأحكام للمصالح، في حكايات كتير قوي ما قالولكش عليها. فأنت مش فاهم، فعلى الأقل ما تقتلش حد. هو بيقتل، لقى واحد لرسم صليب زي الواقعة المؤسفة دي بتاعت شهر اللي فات، راح قتلهم السبعة في ليبيا. ده ايه الخيبة التقيلة دي؟ وهو اصلا لا ده فاهم يعني ايه صليب ولا ده فاهم يعني ايه اسلام. المهم من التغيرات الكبرى دي انه هرقل كان خلاص كبس بقى على الفرس وزنقهم في المدائن واخد صليب الصلابوت. ايه صليب الصلابوت ده؟ انه سنة 218 و19 حاجة كده الست اللي هي هتبقى قديسة بعد كده عند المسيحيين اسمها هيلانا ام الامبراطور قسطنطين الكبير راحت عملت تنقيبات اثرية واكتشفت او لقوا حتة خشب، فحتة الخشب دي هي اللي السيد المسيح اتصلب عليها. ماشي، فالقطعة دي عاملينها في بتاع صدف كده لأن قسطنطين كان بيهتم بيعني ايه المسيحيين 10% من امبراطوريته، فعايز يراضيهم يعني. وامه الله اعلم بقى بيها، كانت مخلصة كانت بتلعب سياسة بس يعني بتسترضي الناس دي وخلاص او مؤمنة بالمسألة يكون يعني. وطلعت حتة الخشب دي من الارض، فطبعا اي حد مسيحي القطعة دي بقى يعني ده الرب في المعتقد الأرثوذكسي، الله نفسه الرب دمه من أجلنا سال على الخشبة دي. في حاجة بقى في الدنيا تبقى يعني دي لو قطعة ألماز ما تبقاش غالية عنده؟ ده صليب الصلابوت. وهرقل زي ما حكيت كده في اللاهوت العربي في النبطي كان تعبان عنده مشكلة، عنده بنت أخته اسمها مارتينا قمر وعايز يتجوزها، فالأساقفة قالوا له ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش بقى؟ ليه ان شاء الله؟ قالوا ما بنت أختك انت خالها. لا انا ما شفتهاش اصلا بقى لي فترة، لما شفتها يعني شوفونا حل. هرقل ملهاش حل، الديانة محرمة ده. وبعدين بقى انتوا ما تجيش من كل المشاكل ولا ايه؟ فبعض جماعة منهم قالوا طب احنا هنظبط لك الحكاية، وظبطوها له فعلا واتجوزها. الاساقفة في الوقت ده والبطاقة كانوا بيتجوزوا على فكرة، وكان في تعدد زوجات في المسيحية كمان. والآية الانجيلية اللي المسيحيين عارفينها ان على لا ده في اعمال الرسل كمان انه على الرجل ان يكتفي ان يقنع بامراه واحده اكتفاء باهون الشرور.
يعني هو مش معارض فكرة التعدد، بس يعني انت غوي هم، ما كفاية هم واحد. دي النظرية. طيب هرقل عايز يفضي دماغه بقى، عنده هانيمون ايوه خلاص، قالوا له ان وعايز يستريح، وهو كان زهقان اصلا من عشته، لانه بعد شويه اول ما يجي المسلمين يحاربوه اقول هي لسه فيها حرب تاني، راح مجهز سفينه عشان يخلع يروح يقعد في حته لوحده، ورجعوه تاني بالعافيه واتغلب من المسلمين. المهم خد صليب الصلابوت ده ورجع بيه ايه اورشليم. فطبعا كل أساقفة العالم بقى تخيلوا، يعني أنا متهيألي اليوم ده من أحد الأيام اللي قفزت بيها الديانة المسيحية. حصل ده 628، ومش عايز أبالغ يعني وأقول إن 628 ميلادية بالنسبة للمسيحية هي أهم سنة على الإطلاق. ليه؟ لأن في السلطة، في الإمبراطور المسيحي، وفي التراث القديم، وفي الرمز، وفي اجتماع الكهنة والقساوسة والباباوات من مختلف الكنائس، ومعهم الإمبراطور اللي عايز يروح يعمل الفرح بتاعه، ومعهم صليب الصلابوت، ومعهم اليهود اللي ساعدوا الفرس ان هم يخشوا بلادنا. هرقل قال لهم هم اللي ساعدوهم؟ قالوا له اه. قال لهم طب عايزين ايه؟ قالوا لا مش مسألة بقى عايزين ايه، اولا الناس دي مش القضية اصلا ان هم ساعدوا الفرس، علينا القضية ان دول مش عايزين يعترفوا بالرب، وصليب الصلابوت ده اللي احنا بنحتفل بيه. قال لهم اطلقت يدكم فيهم، القتل على أساس عقائدي كان في المسيحية قبل الإسلام بالمناسبة يعني، والناس اللي ناس هيمانة في حكاية حكم المرتد وما حكم المرتد، لا اللي عمل التفنينة دي المسيحيين مش المسلمين. إن أنت يهودي طب تعالى بقى، الرب جالك يا راجل. ايوه جه امتى؟ من 628 سنه. طب ما اعرفش. لا انا بقول لك هو جه، تؤمن بقى بيه ولا تموت. قتل اليهود في كل العالم القديم، لدرجه ان الدراسات المتخصصه اللي عملها مثلا اسرائيل ويلفنسون او ناس ده مصري ومش عارفين يحصروا العدد لان مفيش تقارير، بس المعروف او الشواهد او الروايات التاريخيه انه كانت مقتله في كل الارض، كل الارض يعني العالم القديم بتاع الامبراطوريه الرومانيه. طب في الجزيره العربيه بقى سنه 628 دي تبقى سنه كام؟ 5 4 5. دي حرب بنو قريظه. وفيها أهوال وفتك بالغ المدى، وفيها صفية أم المؤمنين بنت حيي ابن أخطب اللي دخل بها النبي ليلة قتل زوجها وأخيها. وبعدها بسنتين أو سنة ونص 7 هجرية خيبر. من واحنا صغيرين يا يهود خيبر احنا مش عارفين ايه، انه حلوة دي، يبقى ايه خيبر؟ خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. هو ليه اصلا حصل؟ لانه المقتله شغاله،
خد بالك احنا لازم قدرتنا الذهنية وقوتنا في ان نقدر نشوف الامر من الزاوية الاخرى. طبعا احنا مسلمين وعرب واحنا احسن ناس في الدنيا، بس طب ما هم بيقولوا كده كمان، ودي وقائع احنا اللي حكينها مش هم. تبقى على الاقل وبشكل فلسفي ديالكتيكي عقلي انساني يعني للحظة نروح من ناحية تانية ونبص نشوف هم شايفين ايه. انه ان سيدنا محمد راح بعت كتاب اغتيالات كده قتلت في الجماعة دول كبارهم يعني، وبعدين اجتاحهم وخد اراضيهم وقسمها على المهاجرين والانصار. هم هيروحوا فين اذا كان في كل الارض بما فيها الاسكندرية اللي كانت ده من محتضناهم قتل؟ ده الكلام اللي بيدرسه الولد اليهودي دلوقتي في اسرائيل. فيطلع بقى بالطيارة على أريحة، ولا أريحة دي اللي اتهجر ليها بعد كده اليهود، عمر بن الخطاب في ولايته قال قال النبي أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. يا عم ناس قاعدة أخرجوا هيروحوا فين؟ للمسيحيين طايقينهم وكانوا عمالين لسه بيقتلوا فيهم على اساس عقائدي. طب الناس دي يعني تعمل ايه؟ والناس دي نفدت بس عندها المرارات دي، عماله تحتقن وتتعتق وميراث للكراهيه. طيب نلخص الامر في انه الصورة العربية لليهود واليهودية كانت صورة محايدة، الصورة الإسلامية لليهود واليهودية كانت صورة متأثرة بالوقائع التي جرت والتي تم فيها. جايز هم كانوا وحشين أو بيخونوا النبي أو بيؤذوا النبي ليكن يعني، بس كانت النتيجة هي انهزام شديد وفتك وتهجير وإخراج على أساس ديني. قال النبي أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فبقت الكلمة هي أساس للفعل. بالنسبة بقى لليهودي واحد عامل مثلا مزرعة وفيها 2000 نخلة مثلا وعايش عليهم بقى هو وقرايبه وعياله، لا أخرجوا ليه؟ عشان النبي قال كده. طب هنروح فين؟ بيقتلوا فينا في كل حتة، هتخرج ولا تموت هنا؟ بعض عدد قليل منهم بيقولوا 4 يعني من خيبر قالوا طب خلاص هنخش الإسلام. خلاص خش الإسلام اوكي خليك قاعد، وانتوا احنا ايه بس؟ ما احنا في بلوى سودة، قالوا لنا واحنا صغيرين في مدارس السبت ان ما تسيبش الدين. طب يعني هتسيبه ولا تمشي؟ نفس الفكره اللي عملوها المسيحيين الارثوذكس المونوفيست دول بتوع الكنيسه بتاعه العباسيه مع الارثوذكس المسيحيين اللي في اسكندريه لما جه عم ابن العاص ونصر دول على غلط من دول الاضعف يعني. فالتانيين طب احنا نعمل ايه؟ اتباع المقوقس بقى وبتاع، قال لك خلاص امشوا من هنا. طب امشوا من هنا، احنا بقالنا ده احنا مصريين ومن قبل حتى الديانه واحنا اللي قاعدين هنا. لا معلش، يعني ايه معلش؟ هتقعد هتمشي ولا تموت؟ والتانيين اللي هم بقى مسيحيين تطلع كلمة المركب اللي تودي، لأن في الوقت ده سمح لهم عمرو بن العاص بنقل ما يستطيعون حمله. نفس الفكرة اللي حصلت مع يهود خيبر اللي راحوا أريحة اللي هي دي اللي موجودة في فلسطين دلوقتي. طب الناس دي بتدرس تاريخها ده ايه؟ هيبصونا على ان احنا ناس حلوين؟ الشهر الجاي بقى نكمل، لاني هقوم دلوقتي في محمود سعد عامل حلقة كده
أو هنعمل يعني حلقة كمان نص ساعة عن رواد جوانتانامو. فأرجو يعني إنه اللي أنا قلته ده نفكر فيه شوية حد ما يجي الشهر اللي جاي عشان هنكمله. شكرا. Mm-hmm.